أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال تقرير أمريكي أن الصين كثفت من سعيها خلال الأعوام القليلة الماضية للاستحواذ على مشاريع استراتيجية في العراق في قطاع الطاقة والبنى التحتية أو الإسكان. وأضاف التقرير أن المساعي الصينية تأتي في سياق تعزيز النفوذ بما يمكنها من بلوغ هدفها الرئيس المتمثل ببعث الحياة في مشروع الحزام والطريق الذي يضم مشاريع موانئ وسكك حديد ومجمعات صناعية تمتد في أنحاء آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. قال محافظ واسط محمد جميل المياحي إن أكثر من 200 مشروع وزاري في المحافظة متوقفة بسبب مشكلات قانونية وفساد. وأضاف المياحي أن الموازنة لا تلبي سوى 20% من حاجة المحافظة للمشاريع والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس، مبينا أنه سيتم العمل بالأساس على إكمال المشاريع المتلكئة وليس البدء في مشاريع جديدة. قال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة انخفضت إلى 34 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 34 ألف برميل يومياً، بينما كان معدل الاستيراد من العراق خلال الأسبوع الذي سبقه نحو 223 ألف برميل يومياً. أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشاً لكافة الفئات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي بعدما استعرضت لجنة تسعير المنتجات البترولية متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنهما من أهم المؤثرات لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. سجلت العملة الرقمية بيتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر حادة مدفوعة بمخاوف من خطة أمريكية لرفع الضرائب على الأرباح بما يقوض الاستثمار في الأصول الرقمية. وهوت بيتكوين أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجاً إلى 47,555 دولار لتكون دون مستوى 50,000 دولار للمرة الأولى منذ أوائل شهر آذار الماضي. وقالت تقارير إعلامية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتغييرات ضريبية لمضاعفة الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% لمن يربحون أكثر من مليون دولار. قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن عجز الموازنة في المملكة المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا. وأضاف مكتب الإحصاءات البريطاني أن عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية المنتهية في نهاية شهر آذار بلغ أكثر من 303 مليارات جنيه استرليني، بما يعادل 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد، وهو أعلى مستوى منذ عام 1946 عندما بلغ العجز 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ختام الموجز، إلى اللقاء.